كذي الأسماء أعزائي المشاهدين أينما كنتم، وأتمنى لكم بحول الله من دوابة الهبوط والمركز السابع عشر، والخلود يطمح لانتصار وأن يتواجد، وكذلك لبقية الأندية التي تريد وتطمح لكتابة التاريخ. من يريد كتابة التاريخ وغاب لمدة لخمس مباريات، بعد ذلك عاد وعادت الروح للعرباوية في هذا الموسم. سواء كرة قدم لا عذر أبدا للاعبين بأن يقدموا أجمل وأفضل وأكمل ما لديهم في هذه المباراة. تعود بعد ذلك عن طريق أحمد، وكل فريق يأمل بتسجيل هدف. عن طريق ماريالو فاسكيز إلى سلطان الشهري، سلطان بلمسة، يا الله عاد حارس، الآن الركلة الركنية الثانية، يا الله الضاع الأول لا يضيع عن طريق سلطان الشهري، يسجل الأول أرضية. يا لمن فريق مرعب في الركلات الركنية في الكرات العرضية، شوفه يا الله، آرثر والعرضية، سلطان بالارتقاء بالرأسية، 1-0 1-0 لمصلحة الخلود، من أجل أمل كبير وحلم كبير، من أجل خطوة بكاكا مندز في الجبهة اليمنى. لكن سلطان الشهري أبعد الكرة، رائع من جانب لاعبي الصفا لمصلحة كاكا مندز، لكن سلطان الشهري يقطع الطريق. عبد الله زعلة التصويبة، لكن خلص الدفاع، أبعد عبد الله الحربي، المرتدة من الجهة الثاني، المرتدة عن طريق سوعان، تعود بعد ذلك، لكن كرة طويلة جدا عن طريق حامد فلاتة، يا الله على المرور، لكن أبعدها سلطان الشهري، وتحولت بعد فرق مرشحة، لكن لا زال هنالك فرق كذلك تريد أن تكون كالشعلة. لاعبي الصفا في اللقطة الماضية أبعد الدفاع وتحولت، وعلى ما يبدو بأن الصد، يا الله، رافاييل الجكا سجل حميدو التراوري، عادت بعد ذلك عن طريق طريق طارق كعبي، الهدف قادم، لكن لمن سيكون؟ والعلم والمشيئة دائما عند الله، لكن على هذا السيناريو محمد سوعان، تعود بعد ذلك عن طريق على النتيجة، على العروبة، لأن الفريق قد لا يقترب، صار البحث عن أرضية قد تكون خطيرة، التدخل والاشتراك، ماذا هنالك من جانبي، سيكون ثمين، سيجعل في المركز الثالث، جهد كبير في أن يبقي الفريق متعادلاً.